السلام عليكم، ورجعنا وياكم درس جديد الحلاقة الأوروبية فقط من التحت. راح ندرجكم تدريج 3D. تمام، 3D، لأن تدريج 3D شوي يطول، فكونوا وياي لا تمشين الفيديو حتى الفيديو يكون واضح عندكم، لأن راح الفيديو شوي يطول علينا. بس الطريقة 3D أنا الثاني لو أسويه أخلص تقريبا 7 دقائق 5 دقائق، بس لأن أصور فيديو لكم حتى تستفادون أنتو لا تمشون الفيديو. تمام، بداية صفرنا هاي صفرنا صفر ماكينة صفرة تصفير كامل. خلاص شوي راح نسرع الفيديو حتى ما يطول علينا، وامشي مشاركاتكم بالقناة واللايكات وتعليقاتكم، وتفعلوا علامة الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد، لان من اليوم رايح انا كل اسبوع راح انشر تعليمي استعراضية. فهسه صفرنا الصفائح، شوفوا معه يعني من تحت صفرنا. هسه راح اجيب ماكينة عكس الموس نصفرها حتى يطلع 3D حلو. هاي ماكينة عكس الموس، عفوا هاي عكس الموس. الطريقة شوية صعبة، بس انتو وياي انا يعني وياكم ان شاء الله كل شي سهل راح يصير. وانا دايما اقول يعني مثل ما يقول فضلكم فضل الله وصلت هالمرحلة. هسه حاليا تابعونا، شوف هاي راس الماكينة تقدمها، اشتغل شوية اللي فوق. تمام، يعني ما اشتغلون زايد، مستوى واحد. هسه لو نصور تدريج عادي ما راح يطول الفيديو ويانا، بس لان تدريج 3D شوي يطول ويانا. هام جدا هاي الفيديو، لان اذا تعلمت التدريج 3D راح تقدر كل شي تدرج. ترجع الجير اللي ورا، تشتغل شوية اللي فوق مثل ما يقول شعره شعرتين الشيل. وهم راح نعلمكم تحديد طريقة وتشفير الشعر بالمشط وماكينة، هم موجودة بالتعليم هاي الفيديو. شوفوا بدنا نمشي على شعرتين هيك اللي فوق، ما تصعد زايد. تمام، زايد ما تصعدين. انا بدي اقول لكم بالتفاصيل، السبب هو سبب تاخيري اللي بدي اقول لكم بالتفاصيل. تدريج قدم الجير شويه، هم تصعد لي فوق شويه، هم تقريبا شعرات شعرتين ما تاخذ زايد، واللي فوق تصعد. فضلا وليس امرا اشترك بالقناة وفعل علامة الجرس، يعني هو على الجرس تفعلوها اشترك بالقناة حتى يوصلك كل شيء جديد تستفاد منه. هم نقدم شوية بعد الراس الماكينة، شوفوا شباب هم نقدم راس الماكينة شوية اللي فوق نصعد، يعني مثل ما يقول درج درج. انا اعلمكم على طريقتي، ما علي من غير حلاق او غير واحد يقول تتأخر بالفيديو ليش تأخير. أنا أعلمكم بتفاصيل، وهذا السبب التأخير. قدمنا كامل، استفتحنا رأس الماكينة كامل. رأس الماكينة تفتحها كامل تطيق مليم واحد. دائما أقول اللي ما يعرف مليم شنو هو المليم يدخل على قناتي يكتب يدور، مكتوب شرح ماكينة واهل بالملم، يعني طريقة طريقة شنو ماكينة شنو المشروطة كلها. شوفوا هم نصعد لي فوق لحد ما يضيع الخط، لأن احنا بدنا نشتغل من الصفر ملم، يعني صفر مثل ما يقول صفر 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 صفر، يعني نطيق صفر موس أكثر من الموس، عكس الموس بدنا نصعد لي فوق. هاي رقم واحد، هم نصعد دي فوق، شوفوا مكانه يبين، نصعد دي فوق شوية. هاي الفرشة دائما يكون معك
مو تخلي مشط بيدك، مشط ما ينظف زي الفرشة ينظف. وانت بصل رقم 1.5 تستخدم المشط، لان الشعر شوي راح يطول يطول عفو. هسه رسمنا خط، هسه نرسم الخط ونجي نمسح الخط، ندرج الخط شوي شويات تدريج حتى يوصل يعني الخبرة لك. شوف خلينا على النص، قدمنا مشط على النص وتشتغل لي فوق شوية. فهاي طريقة ال 3D يعطيك شوية يعني صعب، بس يعني ما شاء الله يطلع لك شي حلو. هسه كل شي يبين بالنهاية، بالنهاية كل شي يبين لكم. هسه الجير كامل فتحنا، شوفوا الجير كامل فتحنا، جاء على النص قدمنا الجير واللي فوق شوية صعد بعد. فهاي خط الجوة اللي موجود، خط جوة راح نشتغل بالنص اللي هو هذا النص الصغير. اشتغل على الخط الأسود، شوفوا أصابعي على الخط الأسود، تصعد لي فوق شوي، هم تقريبا شعرة شعرتين. وايش تحتاجون؟ انا يعني بخدمتكم مكاين باربيل، اقدر يعني اشتري لكم، انا رقمي راح اخليه بالوصف، وراسلوني على الواتساب على الفايبر وانا بخدمتكم. وهم واتساب موجود عندنا على الرقم اللي راح اخليه. والتليجرام هام جدا، تليجرام تجمع حلاقين العراق وخليج العربي كامل، امر اخلي بالوصف. هاي تليجرام كلش مهم، ادخل له تعليم الحلاقه، كل انواع الحلاقه موجود. ترفع رجلي شويه اللي فوق على النص، تخليه تصعد لي فوق شويه، هم تشتغل على شعراتين اللي فوق. فهاي تليجرام مثل ما اقول لكم هام جدا. التليجرام بشروحات بدروس كل شيء، لان الحلاقين الخليج العربي كله موجود هناك. هم تستفادون انتو، اشروا صوركم شو ايش تريدون حتى تواصل وياكم. تقدم الجير كامل تصعد لي فوق، تصعد لي فوق شوية بعد، وأنا راح أكون متواجد وياكم تليجرام. تبادل خبرات الحلاقين. هاي رقم 1.5، اشتغل فوق الواحد. بقول بدنا نشتغل صفر، من الصفر بدنا نشتغل. هسه هاي 1.5، يعني درجنا من الصفر الى 1، وهاي 1.5 بدنا نكمل لفوق نصعد. فان شاء الله الدروس الجاية راح ننزلكم نفس هاي التعليمي بس عكسي، بس نحن بدنا نصعد لفوق، راح ننزل الفيديو عكسي، ننزل لي جوا الدرج العكسي مثل ما يقولون. سد الجير كامل تشتغل جوا، شوفوا انت اذا ما تعرف الملم شنو عندك هذا الماكينة مشكلة، ادخل على صفحتي مكتوب شرح كامل ماكينة الواهل. انت روح غادي وتتعلم وبعدين تتابع هاي الفيديو، لان هناك ملم بدنا نشتغل. عملي فوق نصعد اشتغل. الفيديو راح يطول عايش 15 ثانية، 15 دقيقة. هاي رقم 1، هم نشتغل جوا رقم 4.5، العفو 1.5. رقم 1 نشتغل جوا 1.5، مو فوق هو جوا، لأن احنا استعملنا هذا الراس رقم 1، بس مرة ثانية نستعمله حتى نطلع التدريج حلو، حتى يطلع الثريدي عندنا تدريج ثريدي حلو. فانتوا لا عليكم تقولوا والله نحن خلينا رقم 1 وما يخلي يعني مرة الأخيرة نخلي رقم 1، لا خلي رقم 1 مرة ثانية واشتغل جوا رقم 1.5 حتى ينتج 3D. شوف هسه رجعنا للنص، نرجع لجوا حتى هاي السواد تدرجها طلع لنا 3D، وان شاء الله يكون شرحي واضح. انا اللي اقدر عليه بخدمتي اخدمكم، بس انتم لا تحرمونا بلايكاتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم بالقناة. شوفوا جاي بين عندنا 3D، شوفوا كان بين عندنا 3D.
رحت على الجير كامل اشتغل جوا اللي هو واحد ونص. هسه صفرنا من صفر من الصفر مليم يعني صفر إلى واحد ونص. هسه ورا واحد ونص شو راح يجيني؟ راح يجيني اثنين. هسه بعد شوية راح يجي رقم اثنين بنشتغل فوق الواحد ونص. اللي هو هذا رقم اثنين شوفوه. هسه نصعد شوية تقريبا نص أسبوع نصعد لي فوق حتى تدريج بعد طالع الأحلى. أنا ما أحب أطول وياكم بس صراحة أحب أعطيكم المعلومة كاملة. شوفوا تقريبا شوفوا شلون صعدنا شوية لي فوق. هسه هم بعد هاي رقم اثنين نخلي الواحد ونص نشتغل جوا الاثنين حتى نمسح الاثنين ويا عفوا الاثنين ويا واحد ونص حتى يعطينا تدريج حلو. أنا أعرف أطول وياكم بالحكي بس لازم الطريقة يوصلكم طريقة ناجحة. انتوا لا تشوفوا يعني طريقة صعبة مثلا هيجي بس انت من تستعمل لا طريقة احسن سهلة. شوفوا هاي هو اللي قلت لكم عليه. هاي واحد ونص دخل جوال اثنين. بس هاي واحد ونص اشتغل جوال اثنين. هسه ورا ما نخلص هاي الواحد ونص راح نشتغل تشفير مش طماكينة يسمونه تشفير حتى نشفر الشعر ويا التدريج حتى نسخن الشعر اللي موجود لي فوق حتى نمسحها ويا التدريج الثريدي حتى يطلع لنا تدريج حلو جمالية حلو ثريدي. هم رجعنا لواحد شوفوا هم رجعنا لواحد اشتغلنا جوا واحد ونص. تفتهموا طريقة مضبوط حتى تعطينا 3D. هسه لو تدريج عادي عادي ما يعني ما يبين كل شيء يعني بس هاي 3D يعني لازم تطلع 3D حلو. هسه راح نشتغل بالمشط ماكينة تشفير نشفر الشعر طريقة ناجحة وسهلة ان شاء الله. كونوا ويانا مثل ما قلنا لكم. شوفوا هاي تخلي تشيل انتك الزايد يشيله زايد يشيله. شوفوا تعدل المشط ويا التدريج زايد راح تشيل. شوفوا هسه عدلنا المشط ويا التدريج زايد راح ينشال. شوفوا هاي زايد كله انشال هاي انشال. تمسك المشط مالك عدل ويا التدريج زايد راح يشيله. شوفوا شو تعدل الطرف. بس هاي الطرف الثانية من اللي على اليمين راح يهم نشيل قدامكم حتى يشير بطريقة حلوة ناجحة. شوفوا الكسرة ما ظل الخط ضاع. شفرنا شعر كسر الخط مثل ما يقولون. كمان يقول تشفير شعرك يقولون ما كسر الخط. شوف هسه تخلي المشط زايد شيله الحرف هاي نمسحها. هاي مسحناها شوفوا ده نمسحها حتى يعطينا تدريج حلو. وهسه ورا هاي راح نحدد الاطراف. شوفوا طريقة التحديد شقد حلو. شوفوا تشفر الشعر لحد ما تضيع الخط تصير خط خط حلو. شوفوا ضاع الخط وانطانا جمالية 3D. هسه نجي نحدد. شوفوا تحديد براس الماكينة تحدد. شوفوا راس الماكينة بنشتغل براس الماكينة. هاي راس الماكينة وتمسك اذنه بيدك الثاني وجر. شوفوا شلون جرينا خط عدل. شوفوا هسه نجيب ماكينة مال عكس الموس نشيل هاي بدل الموس. هاي الماكينة عكس الموس بدل الموس او موس عادي بس المهم يطيق يعني اكسر الموس ينظف اقوى يمسحها.
هسه راح نحدد طريق الطرف الثاني وينتهي ويانا الحلقة. واتمنى انكم استفادتم من هذا الفيديو، وان شاء الله انزل فيديوهات اقوى. اكتبوا لنا تعليقاتكم ورايكم وايش ما تريدون، اكتبوا لنا بالتعليق ان شاء الله انزلكم، وانا بخدمتكم ان شاء الله، ما قصروا وياكم وانتم لا تقصروا ويانا بلايكاتكم ومشاركاتكم بالقناة. اخوكم الكوافر رائد القوراني كان وياكم، واي شيء تحتاجون فايبر موجود، واتساب رقم بالوصف، وعلى تليجرام كل شهام لا تنسوه. بدنا نكمل وياكم هاي عكس الموس. شوفوا ماكينة عندنا اثنين عكس الموس، هاي ماكينتين ما كفر بيناتهم. فانتهى ويانا الحلقة، وشوفوا صورنا الزلوف زلوف والستايل كامل، شان انا عجبكم. شوفوا خلصنا ويا اللحية، ان شاء الله ننزل حلقة كاملة وايل 3D. تحياتي لكم انتو اخواني.